هلا والله شباب، هلا والله اساطير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد على لعبة كرافت. اليوم راح نسوي ان شاء الله شغلات اسطورية، يعني راح نمشي امورنا بكم شغلة. لكن بداية اتمنى انك تدعمني باشتراك ولايك وفعل الجرس مشان يصلك كل شيء جديد، وبرضو تشارك لي المقطع على اصحابك خوالك عمامك. معليش دعمني لي خوالك عمامك، لا ترد علي، قاعد امزح بس. انه شارك لي اياه اصحابك، قولهم شوفهم اللعبة هاي حلوة، او بس هذا اللي يطلبوا منكم. وخلينا نبدأ على طول. مثل ما تشوفهم قاعد تجمع موارد، لكن الشيء الرئيسي اللي راح اسويه اليوم راح اكسر هاي. خلاص، الشيء الرئيسي اني راح اكسر هاي. ليش اكسر هاي؟ هسه اقولكم ليش. اللهم صل على محمد. نجي على التاب مباشرة، نجي لهان. نحتاج مثلا حبال، نصنع حبال قد ما نقدر. اوكي، براغي نصنع قد ما نقدر. نصنع 1 2 3. اوكي، 2 حاليا ما يكفل، لكن راح نسوي زيادة، ما راح نوقف على هذولي. نحطها بدال الخشب. نجي لهان مثلا. في عندي هذه، هاي اتوقع اني بعد ما تعلمتها. تعلمها يا مدير. اصنع الصندوق الكبير، ممتاز. عيني عليك، عيني عليك، حلو تعلمتها. هسا الصندوق الكبير شو يعتاز؟ حديد، ويحتاج هاي. اوكي، هاي شلون نصنعها؟ لسه ما اعرف. اتوقع انه يحتاج لها قلاس او شيء، او حديد، او يعني يحتاج لنا بالاخر فرن. الفرن لسه ما صنعت الفرن. خليني اشوف انا الفرن وين اراضيه. اوكي، لسه ما تعلمت الفرن، راح نتعلمه بس لحتى نصنع هاي. هاي نصنعها من هذول 2. تمام تمام، نجي لهان هسا حاليا. بداية نخلي هاي على مهل، ناخذ الموارد لانه راح نعتازن. اوكي، نجي الصندوق هذا اتوقع، لا مو هاي، صندوق هاي. ناخذ الموارد هاي 2 و2، هذول اللي جبناهن. كرافتنج 1. اوكي، نجي لهان برضو نتعلم هاي، نتعلم هاي. نسوي، ما نقدر نتعلمها. اوكي اوكي اوكي، ما نقدر نتعلمها، خلاص ايزي. الصندوق الكبير وين راح؟ معانا واحدة. اوكي ايزي، اقدر اصنعه هسه. احتاج حديد بس. خلي الصندوق الكبير ولا شوف 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 شوف. الحق 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 الحق، ما لحقته. يا الله سحبتها بكير. شوف الجزيرة هاي ما راح اروح لها حاليا. السبب انه يحتاج لها اني اطلع لفوق، او اني اسوي طابق ثاني مشان اقدر اوصل للمستوى هذا. هاي خليها مستقبلا ان اسويها. حاليا اللهم صل على محمد. خلينا نسوي اللي كنت راح اسويه بداية الحلقة، اللي هي نحط هذه هان. اوكي، نجي لهان، نحط هذه هان، هاي هان. اوكي، بعد واحدة هان، واحدة هان، ونجي لهاي. اوكي، راح اخذها طول بعرض لقدام مشان يعني انه ما عاد في داعي للتجميع، هي تصير تجمع من حالها. نجي لهان، شو نعتاز احنا؟ قلنا لها اللي نعتاز، اللهم صل على محمد. وين راحت؟ حبال. اوكي، ون نعتاز بعد حبال. اوكي اوكي، نجي لهان، حطها بعد. اتوقع انه 3 من هان كافي، لا مو كافي، راح احط 5 بـ5. وانت يا متخلف ابعد، روح روح. ايوه، كل شوي انه جاي غاثني. اوكي تمام، هسه رجعنا صحتها كاملة. ناخذ موارد، ناخذ موارد. اوكي، خلي الصناديق، ما في حيل اخذ من الصناديق مع اني جمعت شوية موارد. نرجع التاب، نصنع حبال قد ما نقدر. ما في، شكلي راح ارجع على الصناديق. نجي عندي فيهان حبلين، نحطن هان. تمام، نقدر نصنع حبال هسه كمية. تمام، هسه نقدر نصنع بعد. اوكي، انا قلت 5، هاي 3. خليني ارجع، 4 نحتاج بعد. اوكي، الظاهر انه يحتاج لنا موارد لا نهائية من هاي. فنجي لهان، حط هذه هان.
اجيب لي قد ما تقدر، لازمي 16. اوكي جبت 16. كرافتين. اوكي هسه صارن 3 4 5. نجي لهان. تمام. ايش يحتاج؟ يحتاج خشب. ايزي يا مدير، ايزي ايزي. عندي اكثر شيء بالدنيا خشب. تعال هنا الخشب. اوكي هاي خشب. نجي نكمل بناء يا مدير. واحدة هان واحدة هان واحدة هان. واعتاز بلاستيك برضو. تمام. اسحب 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 على السريع. برضو اخذ لي من الصناديق هنا 22 بلاستيك. جيب لي المسامير هاي، راح اعتازها حاليا. نجي لهان. الحديد خليها خليها هسا. اوكي عندي كمية مسامير واجد. اللي احتاجه بلاستيك. اوكي هاي بلاستيك، هاي 20. تمام. اوكي نجيب 2 هذول اللي هان، ونرجع هسا نقفل عليها بوحدة من هان. اتوقع انه هسا امورها طيبة. بعدين نكسر هاي وناخذها لغات، وبالحالة هاي نكمل. نحط 1 2 3 4 5. اوكي الثاني نحتاج خشب بعد. احنا قلنا عندنا خشب، نجيب 20 خشب. اوكي 1 2 3 بلاستيك. يا اخي ظل رايح جاي، يعني ليش ما اخذن دفعة واحدة؟ اوكي هاي 20. هذا طبعا التجميع خلف الكواليس، شلون لو نجمعها داخل الجيم. امل بعد ما خلصت. اوكي نجي لهان. سكر سكر. هالساعة اللي ظل علي اني اصنع 1 2 3 4 5. اوكي اوكي امور طيبة. شو جوعان؟ جوعان يا مدير؟ اي ما يخس الجوع، ما يخس الجوع. بس جيب لي اياه لهان. كول. يلا 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 ضبط لي امورك. هذيك بعيدة كنت حاب اروح لها، بس بعيدة شوي. حط انا. حلو. اللهم صلي على محمد. هسه شو نحتاج؟ نحتاج خشب. ايزي خشب. جيب لهنا جهزني. نصنع واحد. نحتاج حبال. اوكي الظاهر انه لازم اجمع من الورق الشجر هاي حتى اصنع حبال. اوكي راح اجمع شوية وارجع لكم، لكن قبل ما اروح خليني احط هاي مشان يعني تجمع لي لقدام. استنوني. اوكي شباب رجعت لكم حاليا بعد تجميع وصناعة حبال مثل ما تشوفهم. اللي احتاجه هسه 4 2 3. بعد احتاج 4 حبال او حبلين. ايزي اتوقع انه خلاص ايزي. تمام اتوقعت انه العدد كافي، بس احتاجت كم حبل زيادة. نشوف قد ايه ظلوا. بعد ودي حبل واحد. اوكي الخير جاي لعنا. مثل ما قلت لكم الجزر هسه حاليا ما راح ادخلها ابدا، لانه مثل ما تشوفهم عالية وما عندي الامكانية اني اللهم صل على سيدنا محمد اني اطلع لعندها. خل الجزر بحلقات ثانية او حلقات جاية. تمام نصنع 4. اوكي نجيب اللهانة ونحط 1 2 3، والرابعة راح تكون بالمكان هذا. اوكي وهسع يا معلم خلصنا. شو عاد لازم نسوي هسع؟ لازم نكمل توسيع يعني بالمجال هذا. نحتاج بلاستيك. ايزي هاي راح تقعد تجمع لنا على الاخر، وسطحة جوع اللاعب. اوكي 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 ما عاد يتحمل. جيب هاي لهان. تمام خلاص مثل ما قلت لكم، مثل هيك هذولي بس اللي ما راح اقدر اجيبهن مثل هيك. خلاص جيب. تمام
هاي شغلتها ايزي. اذا جينا لهان مرة ثانية شو نقدر نسوي هان؟ اوكي ناقصنا واحدة هان، تمام. نرجع نسوي على الجال الثاني، تمام. اوكي نرجع ناخذ موارد من الموارد هاي، راح نضبط امورنا ان شاء الله. شو نقدر نسوي بعد غير هيك يا سادة يا كرام؟ هسا راح نشوف شو نقدر نسوي. لازم نحط اثنين اثنين. اوكي ناخذ الصندوق هذا لانه جاي على الطرف مو جاي لعنا. بالحالة هاي راح توفر علي جهد يعني ما تتصورون قديش. نجي لهان هسا حاليا نحاول انه نتعلم الشغلات هاي. هذه هسا ما اعتازها، هذه خليها بالمستقبل ان شاء الله. راح نحتاج بس الفورج، اللي احتاجه حاليا فعليا هو الفورج. اوكي هذا هو نحتاج بس هاي. شو هاي؟ دري بريك. شو دري بريك؟ دري بريك. طب شلون بدي اسوي هاي دري بريك؟ اوكي انا ما في شيء، انا الشراع الشراع بعدين راح نسويه يعني مستقبلا، بس بدي ادور على دري بريك لسه مي موجوده، ما نقدر نصنعها. احتمال انها تكون بس الفورج محتاجه. خل نصنع حبال. ليش صنعت حبال ما اعرف، بس ايزي. وهاي برضو راح اصنعها، نحتاج جلاس، وجلاس نحتاجه لازمنا الفورج. لكن هاي دري بريك لسه ما اعرف شلون اجيبها. احتمال انه يكون من تحت جزيره، احتمال مو اكيد. بس اللهم صل على محمد. شو نقدر نسوي؟ اللي نقدر نسويه راح نوقف عند جزيره وراح ناخذ الموارد اللي تحت الجزيره. مشان هيك انتظروني لحتى اوصل على جزيره ان شاء الله راح ارجع لكم. اوكي شباب قتلت القرش لكن راح تفوتني الجزيره هاي. صراحه مو وقت اني اقتل القرش لكن خلاص اضطريت اني اقتله. بس المشكله انه لازم اصنع اللي هي هاي. وين راحت؟ وين راحت؟ راح افوتها. عديت الجزيرة، عديت الجزيرة. اوكي هاي احتاج حبال اربعة. اوكي وستون اربعة، بس خلي ستون هسا، خليني اروح على الجزيرة مشان ما افوتها. اوصل الجزيرة وارجع لكم. اوكي شكلي ما عاد اقدر، تمام. حلو حلو حلو. هيتش اتوقع انه المكان قريب يعني كويس. خليني بس احط هذي. اوكي اوكي وين هنا؟ هسا على المكان اسطوري لحتى نقدر نسويها انا. وين ودي تطلع ميلان؟ هاي كلها فونديشن. اوكي هاي لا بالجلة الثانية، عالجلة الثانية، عالجلة الثانية. طب شلون بدي احطها هيج؟ اوكي تمام. جاع جاع جاع. يلا كل هذي هاي قاعد تنشوي، جيبها حط واحدة هنا. وبرضو ارجع اطبخ يا مدير. خليني ارجع هنا اكمل بناء. احتاج خشب بس. ايزي وين ايزي؟ تعي جيب لي 20 خشب. خلي هذولي هنا هسه احتياطا. اوكي 40 خشب من مره يعني عشان نضبط امورنا. اوكي تمام 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 تمام. يا عيني عليك يا عيني عليك. اوكي هسه لازم اجي هنا مثلا. هاي هاي سقفية. اوكي هاي سقفية حلو. ما اقدر احط بعد يا شيخ. اوكي خلاص اتوقع اني اقدر اطلع، لكن خليني افضل انفنتوري بالاول وبعدين نطلع او نرجع نروح على الجزيرة. هسا يا عيني عليك بدنا نروح. اوكي بدنا نروح نطلع فوق هسا. اللحظة بانت. لكن قبل كل شيء فكرت حالي وقعت والله العظيم. اوكي اوكي لازم اخذ صورة من هناك، بس بعدين بس اخلص. لا لازم اخذ صورة من هناك مشان هيك. اوكي
تمام. راح اضطر ازت حالي مشان اني اخذ صورة من فوق. اوكي هاي هي الجزيرة هيك. حلو. ناخذ صورة. اوكي هسا خذينا صورة، نجي اقعد كسر يا مدير خشب. اوكي اناناس. حلو الوان ما ودي هسا، ما راح استفيد من الالوان. شو اقدر اخذ؟ راح اخذ بشكل كامل يعني، راح احش احش. هاي فرصتنا، ما شفتم يعني واحد اتغلب. اوكي رجعت اخذ الوان اني على الاساس من البداية قلت الوان ما ودي، لكن عادي اقدر ارميهن بعدين ايزي. وبرضو لازم انظف الجزيرة من تحت. اوكي بطيخ يا عيني. الوان قلنا ما ودنا. اوكي اوكي هسا عمرنا صارت ممتازة، بما ان جبنا خذينا شوية اكل يعني راح تسوي علينا تفك علينا شوية ازمة. ظل شي فوق تحت جنب يعني، صندوق ما صندوق يا شيخ. اوكي ظل عندنا صندوق هنا، بس هنا لو في شي تمام راح يجينا القرش المتخلف هسا. بس وينه؟ تمام هذاك هو القرش. تعال 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 ابلع بلعنا. اشوفهم الغنايم حاليا. اشوف البطيخ هيا هيا راح كبها، ما نعتازها صراحة. اوكي شباب حاليا راح ننزل تحت، لكن بداية خلينا نشوف وين المتخلف هذا. خلو يجي يضربنا ضربة. ايوه ابلع. ننزل تحت نشوف شو نقدر ناخذ من الشغلات هذه. اوكي تمام راح يضربنا. وينه 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 وينه؟ ناخذ شغلة. ايوه ناخذ نفس بس. راح احاول جمع سكراب وجمع الشغلات الموجودة هان حاليا معانا. بس وين المتخلف راح؟ اوكي هذا انت ابلع بس. اوكي تمام شو نقدر ناخذ من هان؟ اوكي راح يجيني. تمام والله كنت عارف انه راح يجيني، بما انه ضربني ضربني خلاص. نجي لهان. اوكي تمام وين صار المتخلف؟ وينه وينه؟ يفضع عرضه يا زلمه. ولا هنضربه بعدين ناخذ. اوكي شباب ما راح اطول عليكم. راح اتعارك انا والمتخلف هذا، ما اعرف منين راح يجيني، لكن راح اخلص موارد هنا. ما ودي تقعد متمله من المقطع وارجع لكم. اوكي شباب خالص الجزيره تقريبا من تحت، ظل ستون واني صراحه مو بعازل ستون، وظل شويه سكراب. مو بعازته لانه المتخلف خوفني حالي واني قاعد كل شوي يضرب. مثل ما تشوفهم كسرت سبير وكسرت شيء، جمعت شويه من الموارد هان مثل ما تشوفهم هذولي، وبرضو هاي وشويه سكراب وهانا، هذولي راح يفيدنا ان شاء الله مستقبلا. لكن ودي تقولوا لي شلون اقدر اصنع الفرن في هانا. اني شاك بشغله، دقيقه بس اشوف وين صارت. اوكي 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 وين راحت هاي؟ شك بهاي صراحة. راح اصنعها اشوف شو هي وين راحت. اوكي الطاولة طاولة طاولة ما يعني ما راح تفيدني بشي. والمتخلف رجع يعني وينه وينه؟ تعال 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 انت عوشك تموت اصلا. تمام تمام بما انه مات خلنا لوتو، خلينا لوتو من مرة وارجع اخذ الموارد اللي تحت. اوكي اوكي كريت هذه بالغلط، مع انه ما لازم اكلها بس يلا. وصراحة في تحت اتوقع انه في موارد تحت، خليني اشوفها. مثل هاي هذه، لكن احتمال اني اموت وما اخذها. والمتخلف القرش ما يخليني اسويها. شو هاي الموارد؟ اوكي حديد، اتوقع انه حديد. يب يب حديد. خليني اطلع. حلو ممتاز خذيت ثلاثة. لكن يلزمنا يلزمنا انه الفورج
يعني يلزم انه نصنع الفرن، والفرن هذا لسه ماني عارف شلون اصنعه، ودي تخبروني انتم بالتعليقات. خليني ناخذ كم وارد هنا، يعني بما انه مات ومات. اوكي خلاص كفينا الطمع، وين راح القارب تبعي؟ خلينا نحرك. تمام، بس ظل عليكم انه تقولوا لي شو اسوي او منين اجيب الفوج، لاني صراحه دورت ما عرفت شو اسوي. حاولت اني اتعلم الحديد، في شغلات هنا يعني لازم اصنعها وماني صانعها، مثلا هاي اذا بدي اسويها لازم احرق بالفرج. صراحه محتاج برضو اصنع الشوايه هاي والفرن، احتاج هاي هاي ما اعرف منين اجيبها صراحه، اللي هي هاي لحتى اصنع الفرن. شو هاي؟ اللي عارف شو هاي يخبرني، اتمنى انه تساعدوني بالتعليقات. شكرا لكم على المتابعه وشكرا على الدعم. نختم مقطع، والصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.